اه معلم انت قويتي عزيز دار دار السينيا هي الشب عيني دار السينيا هي عاود عجلي يمشي ليش هيا كونغو فيها اوتو ستوب ستار اند ستوب شا ما بركشيش كينا شي كونغو فيها ستار اند ستوب يلا شوف هاد لافير هادي كيفاش داير كان باغي يدور تنادم مع الحال والحيا واش كاير هاد بنادم هذا كريزي مان هاد شوف هذا هو ايوا اخويا اسمح لي اش هذا؟ اسمح لي ديما غنضرب لك من اليسر معايا ولا ما معايا؟ جاي باش خالد واختي واختي ومن اللهم بارك وزد في ذلك حقيقة خيال اللهم بارك لا سوبلس والله ما كنفهم كيفاش تيمشيو بلا كاسكا صاحبي والله ترى ما يمكنش اصاحبي تخيل الادب هذا اللي دوز بينا غادي بواحد 90 فهمتي غادي بلا كاف نهار طلي نهار ما كيشوف شي مزيان وسط الطريق دابا عيني راه ما يمكنش وصل صاحبي ما عارف لا ما عارف ولحد الان لم نفهم كلو يا اخو الله يحفظك كيف السنتر واش كيدير شنو هي؟ ليفري زون غراس جايبة من الميريكان كانت ليفري الحمراء هذه هذه البرجر كينغ كندا برجر كينغ بلان بلان دابا شوف دابا انت ملي ما كيكونش عندك العقل كتمشي كتبغي دير بحال بحال صحاب السوينغ فهمتي السي 50 ولكن انت شوف 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 دابا ترى ما يمكنش الصاد راه في الحقيقه موطور وسط المدينه كيمحل شويه وخاه ذاك ليس لكم حق الأسبقية إذن خسنا الوقفة المشكلة هو أنه الطريق عامرة بالجه شكرا 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 خوة ما خلف فيها الطريق ولكن رغدر معي المزيان حيث هو كان باغي دور طلعوا من هنا ولا بدا الطريق ها؟ لا ما عرفت
حيت هذا غيحل سر السيتورا، حيت هذا ندوزو من الاخر يخلينا ندوزو. هذا كملو على اصحاب الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة بكل احجامها، وهاد الشيء هذا اللي حتى الان ما فهمناش شناهو. هو في الحقيقة في الاول فهمو دايرو المطر كبار ما نكذبوش، ولكن بفعل افعال صبيانية حسب مصادر موثوقة يعني كيخرجيهاش تماما مع الدراجات الكبيرة والصغيرة بكل فئاتها، وحتى اصحاب التريبورتور ممنوع ان يمروا من تحت. ما فق الله هنا قال جسمي شوك موحدين مرابطين. مزيان اجي شكون انت يا بعدا؟ قدارم. تحية قدارمي برقية واضحة. فهمت علاش ما كيبانش فيه مزيان وغادي بوجهه كيضرب فيه البرد ولا هي الكاسك؟ ولكن دير كاسك دابا ما تمشي معاه تقول له انت دير كاسك، يقول لك دير كاسك، ولكن كاسك ديال الموسيقى ماشي ديال الطراك. وإيماجين دابا هو خدام الجوميا ياك، النهار كامل هو في موطور وما دايرش الكاسك. دخلنا عليكم بالله دابا ديك الراس عندك كيولي غادي يدخل لي البرد من هاد الجهة ويخرج لي من الجهة الآخر. وشوف شي شوية لهاد الزيت دابا دوز من حداك كلاكسوني عليه باش غيسمعك. الله أعلم. أنا شافي يا صاحبي الله يبارك شافي الله يحسن العوان، ولكن راه الغلط يا أخي الغلط، هاد الغلط هذا هو اللي فيه المشاكل. المشكلة في الحقيقة في الموتور لحد الآن هو أنه الصوت ما فيه الشغلة بزاف. الوغ يمكن الطوموبيلات ما كيسمعوكش والماطر ما كيسمعوكش، حيت لحد الآن شحال من واحد هو دا قطع الضوء الحمر عاوتاني، ولحد الآن حنا مازال واقفين. السونتر هو محسوب على الراجل محسوب على يخلص تاسيرو الصغيرة، فهمتي؟ فاني واخا يوقف تما في الحقيقة محرك البرد دابا، واخا كتبان ليكم الشميشة ولكن راه كاين برد في الحقيقة. الشجر كيبان ليا كيتحرك بزاف، وحنا مازال فوق الموطور. الابتكار الرمبوان اخويا. يا السلام عليكم، معكم بادوان ناس فيديو جديد مع طاكسي جديد. كنت شاري هذا الموقع ما بقيناش عارفين اكزاكتو من السميشو حيت هاد التخلوين هذا الشيء اللي ولا فيه راه اللهم بارك. جاكم انت في الشارع وشاري ياك موطور جديد، سيراتور جديدة، انفلتر جديدة. راق راق، إلى اللقاء.